بهتافات الثورة السلمية الأولى وبحناجر غصت بالألم والغضب. أوقفوا قتل حلب، قالها السوريون هنا في فيينا. ندد المشاركون أيضا بقصف النظام للمستشفيات واستهدافه للعاملين في المجال الإنساني، متجاوزا بذلك كل الخطوط الحمراء. نحن متضامنين مع أهالي حلب يلي عم ينقصفوا بقلب بيوتهم ويلي عم ينقصفوا بقلب المشافي، وما في حدا على وجه الكون بيعمل هيك جرم. وقفة تضامنية دعت إليها تنسيقية النمسا، واستجاب لها مئات السوريين والنمساويين الذين استنكروا موقف المجتمع الدولي الذي أشاح بصره بعيدا عن أشلاء الأطفال ولون الدم، وقدم بذلك رخصة القتل لنظام الأسد على حد وصفهم. أتينا لنقول للشعب الأوروبي أنه نحن الضحية، نحن الذين نقتل، نحن الذين نهجر. الشعب السوري، طيران النظام السوري هو من يفتك بنا، وطيران الروسي والميليشيات الأتت من كل صوب وحد إلى سوريا لكي تقتل في الشعب السوري الأعزل. قدم المشاركون لوحة تمثيلية سلطت الضوء على الواقع المأساوي الذي تتعرض له الأسر الحلبية، من النزوح إلى الاستهداف المباشر بالطائرات ثم استهداف أطقم الدفاع المدني لمنعهم من المساعدة. عم بيكون في قصف طيران، المعارضة كلياتها ما عندها، ولا جيش الحر ما عنده طيران. هذا القصف، هذا المشهد اللي كل يوم عم يتكرر بسوريا، وقاعدين عم يقصفوا بالشعب السوري، عم يقصفوا المواطنين، العائلات والأمهات والأطفال. فهي اللوحة نحن اللي حبينا نقدمها، حالة المواطن السوري اللي عايشة. صبغ السوريون ساحة شتيفان بلاز وسط مدينة فيينا بالأحمر تضامنا مع المدنيين داخل مدينة حلب، وحناجرهم صدحت بهتافات مناوئة لحرب الإبادة التي تشنها طائرات النظام وطائرات العدوان الروسي ضد المدنيين هناك. أمر دندش، أورينت نيوز، من العاصمة النمساوية فيينا.